السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وصحه جيده يا رب العالمين. نهار جديد وفيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نخصو فيه عطور ديال لطافه برايد فقط. الناس اللي كيسولوا مالك شنو عندك في العطور ديال لطافه برايد، انا غنشارك معكم شنو متوفر حاليا في المحل. اللي بغات اي حاجه توصيل جميع المدن المغربيه داخل سلعه 20 درهم وخارج 40 درهم، حتى كتوصلك لا كوموند ديالك وعاد كتخلصوها. نبداو على بركه الله. وبالنسبه للمحل كيتواجد في مدينه صلاه القريه حي البركه سيكتور 4 زنقة سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطوري. مرحبا بالجميع. توقيت العمل من 11 ل 10 ديال الليل، من غير من 2 ل 4 ونص كنكونوا سادين. نبداو على بركه الله باول عطر اللي هو النبراس من شركه ديال لطافه، عطر للجنسين رجال ونساء. كيف ما كتشوفوا الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي مع الدفتر ديالو لداخل. العطر كيجي على هذا الشكل، اللي بغى يعرف لي نوط بالتدقيق يدخل غير جوجل لطافه. الثمن ديالو 280 درهم. انا غنشارك معكم العطور حاليا اللي متوفرين ديال لطافه برايد. اول عطر بدينا به اللي هو عطر نبراس، والثمن ديالو كيف ما ذكرت لكم ب 280 درهم. الباكاجين ديالو خطير البنات، البنات والدراري اللي باغين ياخذوه. كيف ما كتشوفوا حتى العطر ديالو عطر رائع، عطر اللي كيبغي شي شويه العطور شويه قاصحين. سمحوا لي راه كيجي شي حد ضروري خاصني نقطع نكملوا الفيديو. عندنا هنايا نبراس كيف ما قلت لكم، الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، لامبالاج ديالو غزال، حتى كهديه العلامه المائيه، حتى كهديه يليق هديه ممتازه. ندوزو لثاني عطر اللي هو عطر تروى، تروى سيلفر. كيف ما كتشوفوا الباكاجين على هذا الشكل هذا، العلامه المائيه، لامبالاج ديال العطر فيه 100 ميل، الدفتر ديالو ها هو. العطر كيجي على هذا الشكل في اللون الابيض. البنات اللي غايقولي ما يكونش كاين الابيض لا ما كاين شي، هذا كيمشي عطر رجالي 100%. باكاجين على هذا الشكل ها انتوما، والثمن ديال تروى 280 درهم. ندوزو لثالث عطر باش ما يجيش الفيديو طويل. عندنا هنايا شاهين، شاهين جولد، وكاينه حتى شاهين سيلفر. الباكاجين كيجي على هذا الشكل هذا من شركه ديال لطافه. كيف ما كتشوفوا العلامه المائيه ملي كتفتحوا العطر، ها لامبالاج ديالو، ها الباكاجين ديال العطر، حتى هو كيجي مع الدفتر ديالو لداخل. والعطر كيجي على هذا الشكل، والثمن 280 درهم. واخا ثمن 280 درهم، عطر شاهين، عطر رائع صيفي بامتياز. الناس اللي غايقول لي ما يكواش ديال الصيف، صيفي 100%. واخ عطر شاهين جولد صيفي بامتياز، الثمن ديالو 280 درهم. وكاين حتى سيلفر ديالو هانتوما، شاهين سيلفر كيجي على هذا الشكل هذا. نتوما ملي كتاخذهم راه كيجيوكم بطبيعه الحال مسدودين. انا هادو فاتحهم باش نوريكم الشكلات ديالهم كي دايرين. كي هو كيجي في الدفتر ديالو، العطر كيجي على هذا الشكل هذا. اوبس، العطر كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. عطر اللي رائع، لا ريحه ولا تبات ولا شكل. بطبيعه الحال ديما كنحاول نقدموا لكم احسن ما كاين وافخم ما كاين في العطور، والعطور ديال لطافه ما شاء الله عطور رائعه جدا جدا، وحاليا عليها اقبال رائع. راكم كتشوفوا كاينين كاع الدول الاوروبيه ما شاء الله، ولاو كيوصلوهم هما قبل منا حنايا. ان شاء الله مازال غيكون دخلوا شكالات كثارين، حيت كاينين بعض العطور كيسولوا فيهم الناس كيقولوا ما كاينش هذه ما دخلاتش. راه كاينين بعض العطور كيدخل للدول الاوروبيه قبل منا حنا بواحد شهر شهرين ثلاث شهور، ولكن شحال ما بقات كتدخل، يعني ما السلعه راه كتدخل. كاين هنايا عطر اوال اللي هو للجنسين، حتى هو من الشركه ديال لطافه. كيف ما كتشوفوا لطافه برايد، راه ديجا كتقراو هنايا لطافه برايد. البنات اللي غايقولي مالكه ديما كتلونسينا عطور 120 درهم 130 درهم، علاش هادو دايرين بهذا الثمن؟ هادو ملي كنقولوا لطافه برايد كنقولوا الطب في العطور ديال لطافه، يعني افخم العطور ديال لطافه هما هادو، وراه هما برومو بهذا الثمن. هادو راه معروفين ب 600 درهم 700 درهم باش تكونوا عارفين. عطر اوان ما فيهاش بتاتا ريحه ديال العود، عطر للجنسين. الناس اللي كيحماقوا العطور شويه حلوين ديال الصيف نصحكم بعطر اوان. الباكاجين ديالو رائع، والثمن حتى هو 280 درهم. هادو راه ماشي يلاه دخلوا، هادو راه ديجا كنت شاركتهم معكم
وباقا فيهم كونتيتي قليله يعني 6 7 في كل شكل اللي بغاهم حاليا راهم متوفرين. الا ما بقاوش غتسنى واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور حتى يعاودوا يدخلوا عاوتاني حيت هادو ما تيدخلوش ديما. بحال دابا عامين تقريبا مده عام عادي دخلات دابا يعني مده تقريبا عام عندكم هي وعندكم شاهين. شاهين تقريبا راه عام حتى هي ما دخلاتش يلاه دخلات دابا في الاواخر. عميد حتى هي راه متوفره الباكاجين ديالها كيجي على هذا الشكل من شركه ديال لطافه فرايد. حتى هي لامبالاج ديالها من داخلها كيفاش كيجي كنزرب في الهضره حيت كيجيو الناس للمحل وخليت البنيته في الدار وكاين اللي جالس معها وكاين اللي مقرب لها. ايوا كنتشطن انا ملي كنخرج من الدار داكشي علاش ملي كيجي شي حد كنبقى كنزرب قبل ما يجي شي حد باش ندوز لكم الفيديو دغيا دغيا. داكشي علاش لا دجل ما بقاش كنلونس لكم فيديوهات كل نهار حيت ما كيكونش الوقت. عطر عميد من شركه ديال لطافه حتى هو 280 درهم متوفر حاليا. عميد عطر هو نورمالمون للجنسين ولكن رايم للرجال اكثر. عميد رايم للرجال اكثر اللي كيبغيو شي حاجه مختلفه وشي حاجه ما كتشمش بزاف شي حاجه اونيك نصحكم بعطر عميد. كاين هنايا مهرجان سيلفر حتى هي راه متوفره في المحل. جولد ديالها ما بقاش تبعت كامله سيلفر هذه بقاو فيها زوج ديال الحبات هما اللي بقاو فيها ثلاثه الحبات هما اللي بقات في مهرجان سيلفر والثمن ديالها 280 درهم. اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا. كاين هنايا عطر افاق حتى هو من شركه ديال لطافه برايد كيف ما كتشوفوا العلامه المائيه والثمن ديالها 280 درهم. هذه كتمشي نساء ورجال عطر حتى حلو صيفي بامتياز. عطر افاق غتصبروا شي شويه الحراج برا ما تديوش اختي على الصوت راكم عارفين ملي كتكون لعابه الكره كيكونوا الدراري كيخرجوا من القهاوي هايجين هانتوما. الدفتر ديال العطر والعطر كيجي على هذا الشكل كتجي العوب وهي نورمالمون زاج من الداخل ولكن من برا مغلفه بحال شكل العود. الباكاجين ديالها خطير هذه غير حزيها وحطيها انا كنشوفها كتفكرني غير بالقريعه ديال المزهر. شكون اللي متفق معايا تكتبها في التعليق هانتوما. عطر افاق 280 درهم كيمشي حتى هو نساء ورجال. اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. توقيت العمل كنفتحو من 11 الصباح حتى ل 10 ديال الليل من غير من 2 ل 4 ونص كنكونو سادين وكنخدمو طيله الاسبوع من غير يوم الجمعه اللي ما تخدموش شي صافي. شنو اخر التوصيل حنا كنصيفطو لجميع المدن المغربيه داخل سلا 20 درهم وخارج سلا 40 درهم حتى كتوصلكم لا كوموند وعاد كتخلصوها. كنتمنى نكون شرحت كلشي. اللي باغي اي حاجه يخليها لي في التعاليق ونحاول نقدمها لكم ان شاء الله في فيديو. لي زيكرو البنات اللي كيسولوا على لي زيكرو لي باقي لا غوش بوزي اوفين اوسيرا بيافين سيراف اس في ار افين بيوديرما فيشي دايلونغ اسيس فارما سيتافيل هادو هما لي بقاو في لي زيكرو. ما تبقى عندكم اكسنيكا عندكم بعض الاشكال هادوك راه تبعوا كلهم تيعاودوا يدخلوا ان شاء الله وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.